السلام عليكم، مرحبا بكم في كويزين أسوس لميمي. السلام عليكم، اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيفية تعمل التفاية الزبيب والبصلة كاراميليزي على الطريقة المغربية. راهي يلزمنا زوج حبات بصل، مغرف كبيرة تاع الزيت، ربع مغارف كبار تاع السكر، وهنا كاس تاع زبيب، وراه يخصنا قرفة بودر وعود نتاع القرفة. بيان سور هنا راه يخصنا يكون الكاسرونة تاعكم ثقيلة باش من نديرو البصلة تتكاراميليزا ما تنحرقناش. هنا درت البصلة، غادي نزيد الزيت، غادي نبدا نقلي فيها حتى اللي تحمر تدبال لنا. دونك هنا فوالا، بعد ما دبال مليح دروك غادي نزيد معاه الزبيب. لازم تكونوا غاسلينه، زبيب غاسلينه مليح، مقلعين له كاع هذوك العيدان اللي يكونوا فيه. ونزيد معاهم السكر هنا باش يتكاراميليزو. دونك ربع مغارف كبار سكر، نقص للنار ونخليهم غير بشويه يتكاراميليزو. هنا بعد مرور 5 دقائق شوفوا هنا البصلة والزبيب، هم الزبيب ديجا راه نتفخ صافي راه طاب، حتى البصلة حسوا بلي راها ولات كاراميليزي. هنا نزيد القرفة بودر والعود تاع القرفة، دونك نص مغرف قرفة بودر والعود تاع القرفة. انا نزيد اون لوش تاع لاصوص تاع الطعام اللي عندي، مغرف تاع الحريره الكبيره هذيك اللي حنا نقولوها مغرف التسليه. دونك هنا نزيدها، بسم الله نزيدها في الميلونج ونخلط مليح. هنايا لو سكري سالي اللي غادي يديره لي هاد لاصوص غادي يجي روعه. نخلط مليح ونخلي لو ميلونج يختهر. دونك ديجا هاولا لاصوص عقدت مليح، نخليها كاع الغيدوي تهود. هنا نستناها تهود ونوريكم لو ريزولتا في طبق التقديم. فوالا هنا كملت، جو لي بروبوزي مع الطعام. دونك هنا تفاية اوكا وين تبغوا ديروها بالسفة، ما ديروش لاصوص، ديرو كاس ما في بلاصة لاصوص. فوالا voilà.